ناخد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ إبراهيم الكفراوي، هنكلمه أو هنسأله عن ما يحدث داخل النادي الأهلي، نسأله عن فرع التجمع الخامس وتطوير كل الفروع وهو مختص في هذا الموضوع. أستاذ إبراهيم، إزاي حضرتك يا فندم؟ كابتن إسلام، إزاي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. تحياتي ليك ولجميع مشاهدينك ولكل الأهلاوية. انا شايفك بس منفعل بزياده. بصراحه الواحد متضايق جدا يعني من اللي بيحصل. لا بص يا كابتن اسلام، النادي الاهلي مختلف شويه. النادي الاهلي طول عمره على مدار تاريخه ادارته محترمه، نعم، ادارته واعيه، ادارته عارفه هدفها، عارفه هي رايحه فين، بتنقى عن المهاترات والصغائر، انما ما بتتنازلش عن حقها. نعم، تعرف تاخد حقها وحق ناديها وحق جمهورها كويس قوي في الوقت المناسب. لكن عندنا عمل بنشتغله، احنا مش هنقف بقى كل واحد يطلع يقول كلمتين نرد عليه. احنا عندنا اهداف وعندنا خطه وعندنا استراتيجيه من اول يوم حاطينها وشغالين عليها ورايحين لها وبننفذها الحمد لله، وبنقدم كشف حساب سنوي لجمعيتنا العموميه المحترمه، والجمهور النادي الاهلي متابعنا، بيحصل انجازات وبتحصل اخفاقات وارده طبيعي بندرسها وبنتداركها، وان شاء الله هنعديها وهيبقى اللي قادم احسن باذن الله. تمام استاذ ابراهيم، يعني خليني اسال حضرتك، وحضرتك مختص في هذا الملف، ملف فروع وتطوير فروع النادي الاهلي بكاملها، خلينا نبدا بالتجمع الخامس وايه الاخبار؟ يعني ناس كثيره جدا بتسال عن فرع التجمع الخامس وماذا يحدث هناك، لانه زي ما حضرتك تعلم ان ناس كثيره جدا نفسها تشترك في النادي الاهلي والناس ساكنه الناحيه الثانيه، وبالتالي التجمع الخامس ده بالنسبه لهم هيبقى يعني ملاذ يروحوا فيه للنادي الاهلي. يعني بالظبط كده، يعني احنا طبعا كنا متوقعين يبقى في اهتمام بالنادي الاهلي، والنادي الاهلي اول ما بيعلن عن تاسيسه لاي فرع في اي منطقه بيبقى في اهتمام وفي اقبال، لكن ما كناش متوقعين كم الاقبال وكم الاهتمام اللي موجود في منطقه التجمع الخامس. نعم. الحمد لله احنا انهينا التراخيص، والاداره الهندسيه والاداره التنفيذيه بالنادي بتنهي الاعمال الاداريه والتراخيص الخاصه بالبنى باعتماد الشكل النهائي والمباني النهائيه، وان شاء الله مع بدايه شهر فبراير هيبدا العمل الفعلي في ارض النادي ان شاء الله. النادي الاهلي مساحته 50 فدان في التجمع الخامس، ودي مساحه كويسه جدا ومساحه مناسبه لان يبقى عندك نادي متكامل بجميع الخدمات الاجتماعيه والرياضيه وجميع الانشطه. ان شاء الله خطتنا وهدفنا ان احنا خلال عام يكون النادي على استعداد لاستقبال اعضائه ان شاء الله، مع بدايه 2020 ان شاء الله، بحيث ان احنا نشجع الناس انها تشترك ويبقى في عندها، عارفه ان ما قدامهاش مده طويله. يمكن الناس فاكره ان فرع التجمع هياخد كلام كتير اتقال من 3 لـ5 سنين، مظبوط، مقارنة بفرع الشيخ زايد. نعم. لكن فرع الشيخ زايد كان فيه ظروف معينه وظروف الثوره و2011 واللي حصل بعد كده، فده كان سبب تاخير فرع الشيخ زايد. لكن ان شاء الله خطتنا ان خلال سنه يكون فرع التجمع على استعداد لاستقبال الاعضاء باذن الله. ده رائع جدا، يعني في خلال سنه واحده فقط من الممكن جدا ان، يعني النهارده احنا بنتكلم في شهر يناير 2019، حضرتك بتتكلم عن شهر يناير 2020 قد يكون هناك فرع اخر للنادي الاهلي، او على الاقل بدايه فرع اخر للنادي الاهلي في التجمع الخامس. بالظبط كده، بالظبط كده. ممكن حضرتك تقول لنا وصلنا لايه في التجمع؟ يعني هل ابتدينا نعمل حاجه لسه؟ قول لنا برضه. احنا كل دلوقتي الاعمال كلها اعمال البنيه التحتيه، وانت بتشيل الرمل وبتاسس للبنيه التحتيه. يمكن المهندس سامح علي كامل ان شاء الله بصفته المستشار الهندسي للمجلس هيطلع في قناه الاهلي وهيشرح بالتفصيل بقى الاعمال الهندسيه. نعم. وهو احسن مني في الحته دي. لكن احنا كفرع وكتاسيس، احنا اولا عشان تبقى عارف، احنا كنا متوقعين عضويات من 40 ل 50 عضويه اسبوعيا، ودي كانت خطتنا والخطه التسويقيه بتاعتنا. احنا فوجئنا ان احنا عندنا اسبوعيا تم طلبات من 150 ل 200 عضويه اسبوعيا. نعم.
بنحاول لجنه العضويات انها تقابل جميع المتقدمين للعضويات باسرع وقت ونغطي طلباتهم بسرعه. طبعا احنا الاسعار الحاليه للاشتراكات التجمع الخامس 200,000 جنيه، بتقدر تدفع 50% وتأثر 50% على 4 سنين، او لو تحب تدفع كاش. العضويه العامه للنادي الاهلي سعرها دلوقتي 350,000 جنيه، ومن اول فبراير ان شاء الله هتبقى سعرها 500,000 جنيه. عضويه الشيخ زايد 125,000 جنيه، ومن اول فبراير هتبقى 175,000 جنيه. لما بقول لحضرتك الاهلي الشيخ زايد واهلي التجمع واهلي الجزيره واهلي مدينه نصر، بقول لك شبكه فروع محترمه جدا ومن افضل شبكات الفروع للانديه في مصر حاليا. نعم. بمساحه كبيره، يعني احنا عندنا فرع الشيخ زايد 127 فدان، التجمع 50 فدان، مدينه نصر 50 فدان، الجزيره اعتقد هو اصغرهم 20 فدان. فبتتكلم على مساحات تسمح باستيعاب الاعضاء، غير اماكن ثانيه وانديه ثانيه بيبقى مساحتها اصغر بكثير بحيث انها بتقبل اعضاء فوق طاقتها. مظبوط. حاليا طبعا احنا مدركين كمجلس اداره وشايفين اللي بيحصل في في في, في مدينه نصر بالذات، وفي شكوى من تكدس الاعضاء، لان في عمليه تطوير كامله للمنطقه الترفيهيه وعمليه توسعه لمنطقه الاعضاء ومنطقه الفود كورت الجديده، دي ان شاء الله لما هتتفتح هتستوعب الاعداد الكبيره اللي موجوده في مدينه نصر وهتسهل الامور، غير ان في خطه متكامله لتطوير كامل لمدينه نصر والاماكن الغير مستغله فيه ان شاء الله. استاذ ابراهيم، ايضا الناس عايزه تعرف ماذا سيحدث من تطوير في فرع الشيخ زايد، لانه الحقيقه برضو عليه اقبال شديد خلال الفتره الاخيره. طبعا فرع الشيخ زايد يمكن احنا اكثر فرع عليه اقبال خلال السنه اللي فاتت بحكم ان هو كان الفرع الجديد والفرع المنشا حديثا. نعم. والمساحه الحاليه اعتقد ان احنا بنتكلم في حدود من 15 ل 20 فدان. خطتنا ان شاء الله ان احنا نضاعف المساحه دي خلال السنه اللي جايه، وفي خطه هندسيه معتمده من مجلس الاداره لتطوير وتوسيع الرقعه الحاليه بحيث ان تقدر تستوعب برضو الاعداد المتزايده، وزي ما بقول لحضرتك فرع الشيخ زايد ده اكبر فرع متواجد عندنا، فالتوسع فيه موجود والخطه معتمده في مجلس الاداره في الجلسه اللي فاتت، فان شاء الله قريبا جدا هنبتدي توسع والناس هتبتدي تحس بيه سواء في الملاعب سواء في المبنى الاجتماعي. مبنى اجتماعي جديد هيبقى فيه خدمات كثيره متزايده ان شاء الله في الشيخ زايد في القريب العاجل باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق لحضرتك ولكل مجلس الاداره. اشكرك جدا استاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي.